السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي ببرشيد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، الخيرات التنويرية والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات أولاد بتاريخ 14/2023، الخيرات تنوري والجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. اللحمة حمرا وزينة. السلام عليكم سي الزيتوني. اهلا، كدير بخير الله يحفظك. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا سي جديد. الرجل صاحبنا بالقدامة. مرحبا. هنا في الدير برشيد. رشيد رشيد تاجر. مرحبا رشيد تاجر. مرت فين خبرتي؟ ما بقيتيش فين؟ كاين موجود. انا هنا اجي عندنا هنا اجي عندنا جبهة الرياح. صغيور السوق صغير. في كسار ولا جوج؟ في 10 دقائق خبز بزاف. اها. الله يعمر هذا. مشى في الطريق. لا في العروبية كيف الحماس. ولاد حريس. ولاد حريس. ولاد حريس. السلام عليكم. وبشحال بعتي اليوم؟ واخا تشارك معنا زف. قول لي بشحال بعتي اليوم؟ انا خويا ب 75. 75 درهم. واللحمة حمراء وزينة والعشب. بعدي برقول. بعدي برقول. العجل. أنا خويا. اللحم هذا ماشي البنانة راه 160. لا أكثر من البنانة. ها. لا هذا راه اللحم اللحمة الحمراء. أيه. وعبد العالي. قلت لك شنو ما تاكلش في راسك. ما عليك الدري سالتك ما عليك الدري. الله يخليك. هذا من المشاهدين تونا الغاليين. مرحبا مرحبا بسيدي. هذا عبد العالي تبع خونا دابا حد العجل بحال الغربي. هنايا في السوق الاسبوعي ببرشيد قليب برشيد. شحال سي عبد العالي اليوم هذا الشيء؟ 75 درهم. عجين صغير بزاف. عبد العالي ضرافات وصاحبنا من القدامى ماشي يلا عرفناه هنا عارفينو يذبح عجينات صغار. هذا الراجل تو صاحبنا هنايا في الاثنين برشي. اللحمة حمراء لا شحمة لا والو. الصلاة على النبي. وشحال هالساعة بغالي؟ شحال الخيرات؟ ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول. ضروبة مليحة بزاف، لا شحمة لا والو، اللحم نقي. تنوريوه للمشاهدين قناة زيتون المرجان في المكان. أهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا، كي داير بخير؟ ناشط؟ الله يحفظك. مرحبا بسيدي مرحبا. عرفتم بالمشاهدين. مرحبا مرحبا. ياك بخير ناشطين. مرحبا مرحبا بسيدي. يلا الله يسهل السي عبد الغني. هذا الرجل تو خاص بالكعاوي هنايا والهبيل والسنابل كما تشوفوا معنا. تنوريو الخيرات لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. شحال هاد الخيرات تاع الكعاوي شحال دايرين؟ 60 درهم الكيلو. فيهم شي حاجه مخلطين ولا وحدهم؟ الكعاوي صيك. ورينا كيفاش الكعاوي صيك. بحال هكاك ما كاين لا مصرى لا شحمه لا والو. واخا مرحبا. وهاد السنابل شحال دايرين؟ 50 درهم. هادوك فيهم شويه السنابل. هذا الرجل خاص الهبيل بعتوهم. باقي الهبيله تاع الكبده تاع القلب بعتوها. بشحال بعتو تاع القلب؟ 100 درهم الجمله. وهذه بشحال تبيعوها؟ 80. قالي شحال دايره اليوم؟ 30 درهم مخلطه.
واللي يبغى واحد يشحن وحدها كان المخلط أمهمتي وهذا الشيد إيه مخلط والبورون والسيس أنا عارف كنت واللي يبغى الكبدة والقلب 140 درهم وهذا اللحم الراس عقدة ولسان وهذا 1200 مشبنة 1200 مع المشبنة واللي يبغى وحده شحال ما يسلكش ما فعلا كاين اثمنه فين ما مشيتي تاع تاع الدواره كاين الحال برد وتتزاد في الثمن عرفت 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 فايت الحساب هذا الشيء امين هاد الدعيوه زوينه الله يجيب تيسير انا باش نبيعو البلا وبنادم ما كرهش ما كرهش تحبسنا على الدومين وراه من طبيعة الحال اللي مشي دومين تحبس عليه باش ما يلا سيدي الله يجيب هذا على خويا صافي كيلو رابع هذا شحال بعتي تقلية اليوم؟ تقلية شحال؟ تقلية 600 درهم والكبدة والقلب؟ وحدهم اي 2400 كبدة والقلب 2400 2400 يقول لي لا ولحم الراس بشحال بعتيه؟ 1200 واللي يبغى وحده شحال؟ 70 هذا الرجل تما صحابنا هنايا في دير برشيد هذا الخيرات تبارك الله كي تشوفوا هذا لحم الراس العقده واللسان واللحم تبارك الله شحال هذا لحم الراس؟ 60 درهم 60 درهم مخلط مخلط واللي يبغى وحده؟ 70 درهم 70 درهم وتبن زوين اللي بغا وحده تدخلوا في العظام ولا تدحي؟ حيلوا منو العظام اخر ما يبقى فيه حتى شي حاجه 70 درهم حيلوا منو العظام 60 درهم شويه المجبنه شويه بورو اييه ولكن عم يمشي الغلا اي هاتي عارف امين يا ربي اللهم الله يحد الباس كل شيء بنادم تيطلب يحد الله الباس يحد الباس فعلا وهاد القليه 30 درهم كل شيء مدور اخر الله يحسن العون اللهم امين الله يحسن العون للجميع لا البيع ولا الشاري هادشي اللي فيه وهاد القليه شحال قلتي؟ مخلطه مخلط واللي بغا واحد شحال 40 درهم 45 درهم هذا اللي كان وهذا الكرعين هذا 40 درهم داك الشيء على حسب الحجم ديال الكرعين هذا الحجم عندك شحال هذا الحجم 100 درهم 90 درهم لوحيده 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 هذا كاينه الجوده تيقول لنا وهذا الشيء تاع الكبده هذا 100 درهم مخلطه 100 درهم مخلطه واللي بغا واحد شحال 130 درهم كل واحد ما مقاديش في الثمن تاع الكبده كل واحد شحال تيقول ولكن حسب الجوده الكبده راه عين الميزان على حسب الكبده حمراء وزينه تتبان لي دار مليحه كاين العجل الجامع كاين السلاسل كاين الراعي يصلح لي كاين الكبده اللي فيها 5 كيلو كاين الكبده اللي فيها 10 كيلو الكبده اللي فيها 5 كيلو كدير ثمن زايد على 8 كيلو 9 كيلو اياك وين تتفرح حتى لك هذه الكبده ولا لا؟ تتفرح لك هذيك ولكن الحجم فوات تاور عاد قد ما زيد ما زدت خير يلا تبارك واخا مرحبا الله يجيب تيسير مرحبا بسيدي مرحبا في حد ولاد عبدون يامس هادو من المشاهدين تونا الغالين علينا هاد الناس تحياتي لكم مرحبا بسيدي وتهلا في هاد الناس اسير مرحبا ايوا الله يختم العدو هذا لا ضرفت ضرفت راجل مصواب لا بجوج مزوينين بجوج بجوج زوينين تبارك الله عليك اش خدتي عندو؟ ختم العدو كبده اه صافي يلا هذا ركش ما ياك انت تقلد قناة زيتوني برجان تبارك الله على رجل تبارك الله يكثر خيرك ورينا هاد السنابل هاد التمرة بالعرك تاعها شحال؟ 60 درهم بالعرك تاعها وفيه شحمة بزاف فيه شحمة بزاف لا كنقصوا الشحمة وهاد الكبدة بشحال بعتوها؟ عجيلة صغار مخلطة مخلطة وحدها بجوج درهم مع شوية لبس والفورو والكبدة والقلب 2600 وهاد لحم الراس هذا 60 درهم سيدي زوني ها سي عبد الكبير مرحبا لحم الراس 60 درهم مخلط شي شوية ماشي بزاف واللي بغاه وحده شحال 70 درهم 70 درهم وهاد القلية شحال دايرة 30 درهم سيدي مخلطة واللي بغاه وحدها
فعلا كاين الثمن هنايا في كل بلاصه، في كل بلاصه كاين العتمينه في الغلاف، الحال برد عليكم وليتو تقبلوكم الناس. هاد خيرات نوريوها لجميع المشاهدين والله يرحمنا ما عندهم.